هاد الحمص يطحنوا باش يديروا كارانتيكا باش ياكلوه الشعب. دروك حتى الكارانتيكا دوك الشعب ما ياكلهاش، ما خلينا من اللحوم اسيدي، كارانتيكا هي التالي ما ياكلهاش. دروك نقولوا والله مانيش عارف معالي الوزير، والله راني بوجبي الانسانيه راه عندي، غادي نعطيك الملف راه راسل حتى رئاسه الجمهوريه. ورانا رايحين 10 تاع لي كونتينر كاع لي بريفير يرميهم ما يعطوهمش للشعب ياكلهم، والحمص ب 46000. ورانا رايحين، راه عندك المراسلات راه مراسلينك معالي الوزير. والله الا لله الله محمد رسول الله. دروك من المواطن ما راهش يقول الحب، راه يقول غير حمص كارانتيكا باش ياكلها. على بالك كارانتيكا طبق شعبي عندنا في وهران، اغلبيه الشعب ياكلوا كارانتيكا. دروك ما من كارانتيكا غادي نحرموهم منها. ورانا رايحين، والله الوقت كاع خصصته غير المداخله هذه تاع هاد المتعامل. ونزيدك حاجه السيد الوزير، هاد المتعامل الاقتصادي في وقت الكوفيد عندها ثاني مصنع اونبار على تاع الاكسجين، في وقت الكوفيد كان يعطينا الاكسجين باطل مدوه للشعب باش ما يموتش. اي هذا نقبلوا هذا، ورانا رايحين كل واحد يدير دوله في راسه. نرجو السيد الوزير حول الملف تتدخل شخصيا مع مدير جمارك، ماشي مديري هذا الحالي، المدير السابق هو اللي ما قدرش. شوف مع هذا المدير الجديد باش يسرحوا لهذا المتعامل بالميتبيري ما هادو على تقريبا 200000 دولار تاع خسائر. ما بقاليش الوقت باش نكمل المداخله تاعي، ما بقاليش الوقت معليش. المجد والخلود للشهداء الى الابرار وتحيه الجزائر. شكرا. انت قلت غلط، قلت تفنيد، تاكيد ماشي تفنيد، تاكيد ماشي تفنيد. واش قال الاخ سبقه؟ قلت تفنيد تاكيد. جاو جماعة عمهم تبون في التعليقات واش بهم؟ مساء الخير. تفضل مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ايجل الصقر يا خويا، تفضل تفضل. انا مع تبون. انت مع تبون؟ وي. ايه ومسمي روحك الصقر يا خويا، صقور المخابرات يا جدك. نيشان. ايجل. واش دار لك تبون؟ واش هو الايجابيات اللي جابهم لك تبون؟ صعب باغي نسق، بغيت نسقسيك برك. يا دوك انت جاي باغي نسقسيك ولا جاي تدعم تبون؟ راه باغي نسقسيك. لا انت انا ندعم تبون. اي نزيد نعطيك حاجه، تبون ديها ديها بيك ولا بلا بيك. الله اكبر. تبون ديها بالجنرالات اللي داعمينو. اخويا هذيك انت قول، هذيك روح قولها المغاربه ولا البوسبير. المغاربه اللي مدعمين. اسمع اخويا ديزيرت ايجول، اسمع راهي راك لازم تخير، راك كاتبها بلاكسون هو ايجول بالانجليزيه، وديزير كاتبها بالفر. يفو ديسيدي، لازمك تختار. مواطن جزائري راه حط العلم الجزائري يريد الحصول على الجنسيه المغربيه للمشاركه في كاس العالم 2030، كاس افريقيا 2025، وباش يروح يشري الحليب في اسواق مرجان في مدينه العيون المغربيه، وباش ما يشد الصف في طوابير الحليب. ما تلوموش، راه من الجزائر بالتصنيف تاع ايكونوميست قال لك الجزائر مزباله، قال لك الجزائر أسوأ مدينه للعيش. هذا راه بداو يدفقوا اللاجئين درك، على بالك اوروبا راهي صعيبه. عمك بارديلا راه وصل على ابواب ماتينيون، دونك راه بداو يطلبوا اللجوء عند الدوله اللي هاك. دونك شوفوا لهم تراش بلاصه، هذا عطيوه ان شاء الله تذكره، راه ما طيحش مازال ما بينش اخلاقه. عطيوه تذكره يحضر مباريات كاس افريقيا كاس العالم، واش خاسرين صح؟ ديروا شويه الخير. افتح الميكروفون اخويا نختمو معاك اذا حاب تكمل واش كنت راح تقول. تزيد حاجه اخويا ولا خلصت؟ ما عندي ما نهضر. اوكي اخويا، ما عندكش تسقسيني؟ ما قلتليش باغي نسقسيك. اي بصح كي بغيت نسقسيك انت كشو دخلت لي المغرب وكاس العالم هاك انت اللي انت طالع جزائري قاعد تحكي على بلاد اخرى. شوف شوف ما تحشيش للجزائريين، ما
باسكو الجزائريين كاع فايقين. سمعتني انا هبطت المغرب، انا هبطت المغرب، انا هبطت المغرب. اسمعني انت هضرت، خليني نهضر، خليني نهضر. والله نخليك دقيقه برك، انت تبان لك نورمال طالع في لايف قاعد نحكيو على الجزائر والاوضاع تاع الجزائر، تحكي لي على بلاد واحده اخرى، علاش قاعد تحكي على المغرب اصلا؟ علاش قال لا خليني نهضر معاك، خليني نهضر معاك، خليني نهضر. احكي يا خويا. انت قلتي المغرب ومنا والعيون انا هبطت المغرب 2015، سمعني مليحه. علاش راك تحكي على المغرب؟ خليني نهضر معاك. انت قلت مادام جبت لي عليهم نجبدوا عليهم ولا هبطنا؟ لكن انت اللي جبدت عليهم وماشي انا، راك انت اللي بديت تحكي على المغرب. واش بيكم انتم مهابل يا ودي؟ الجزائر بلاد الرجال ماشي بلاد المنافقين. سمعتني انت كاش نهار شفت لايف من وهراني ولا عباسي ولا معصري؟ اسمع الازمه تاع الماء، الازمه تاع الماء كنت تحكي عليها، الازمه تاع الماء كنت تحكي عليها انت ما قبل ضربت في ديالك. الازمه تاع الماء ضربت في ديالك، ما ضربت عليها. اسمع الانجليز، تعرف غوارديان ولا ما تعرفش غوارديان؟ يا ودي ما نعرف والو، انا ما نعرفش. انت يا جبت الماء ما تعرف والو. هذه تبو لازم تقراهم، انت تقراهم. وش هما الصوالح اللي دارت بوز؟ بزاف صوالح، بزاف 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 صوالح دارهم بزاف. انت يا راك انت كاش وراك كاش ولا ما على باليش جبت لي واحد الصوالح قدم ومنا وتبون اش دار واش ما دار. دار تبون على ما دارش. وش دار؟ وش دار؟ وش هو اللي دار؟ دار اقتصاد كبير، دار دي دار دي، دار بزاف صوالح. انت ماك شايف والو. انت باغي نسقسيك صوالح دارها بتبون كاش وقت تيمي تجبد لي صوالح قدم عليا. واش دار؟ واش دار؟ واش دار؟ واش دار؟ واش دار؟ واش دار تبون؟ عاودي انا ما نقدرش نناقش واحد كيما تاع الباك. انا قلت لك تحيه تبونه وتحبس تما. سمعتني؟ تحيه الكائنات الفضائيه، تحيه كوكب زمروده، تحيه الماريكان، تحيه ترينيداد وتوباغو، تحيه الارجنتين. واش دار تبون؟ واش دار تبون؟ زعيم تبون، زعيم زعيم اشتي زعيم. انتوما كشغل تحوسوا ديروا الفتنه في البلاد هذه. هي زعيم تاعكم هذه؟ تبون زعيمه، تبون زعيمه. بصح ما تقدروش، ما تقدروش باسكو على عندنا الجيش. عندنا جيشه، شوف عندنا جيش في افريقيا اول تبون ليكون في علمك. آه. هذيك هي. سمعتني وشو فاش الجيش تاعنا الاول؟ فاش بزاف وراك تزيد تقول لي الجيش تاعنا الاول. خويا انت كي كنت تهضر قبيل قلت لي راك ما تعرف والو، راك على بالك بروحك باللي تسمى راك جاهل في القضايا اللي راك تهضر فيها كامل. راك تيري برك، ماكش راك تعطي في المعلومه. انت اللي راك جاهل، انت كشغل ماكش عايش في البلاد راك جاهل. اوكي انا اوكي قريني انت وش هو اللي دار تبون. حوايج ملاح ايجابيات جابهم الجزائر، اعطيني خويا باش نولي ندعم تبون وننتخب عليه. دار ايجابيات، دار بزاف اقتصاد. ما نقدرش نقول لك انا اش دار بزاف. تعرف كنت في البلاد لا تعرف، انت راك عايش متغرب ولا وراك في دبي ولا مش عارف، راك لازم انت تفهم اش دار. اخويا راح نطرد قولي راسي، كيفاش دار بزاف اقتصاد؟ هذه منين جبتها الهضره هذه؟ منين جيبوا في العبارات هذو؟ راك ما يمكنش تقول هضره تبون زعيم بلاد الرجال. اعطيني حاجه عمليا انت في حياتك. انت عايش في الجزائر؟ عايش في الجزائر انا يا الحمد لله. انا ما عندي صباح وعشيه. انت يا جبت تيارت وين بلاصه في انت من الشلفه؟ لا مانيش بشلف انا. منين؟ غليزان. غليزان عندك الماء كل يوم صباح وعشيه؟ وعندي الماء البحر. انا ما على بالك جابوا لي تبون، ما على بالكش بيها انت. هذه تضحك بارد القلب. قول تحيه الجزائر، قول تضحك. قول تحيه الجزائر، قول. جاب لك المطار بحر تبونه؟ والله غير الماء الحمد لله، والله غير اش 24. صدقني اي راني مصدقك خويا. فتي اسمع فتيار الثاني راه مصدقينك خويا. بصح غير تيار جاتك غير هذه السمانه برك، انت ما كنت تسمع بتيارت. صافي دي غير تيارت اللي ما فيهاش الماء. دونك تيارت ما فيهاش الماء ولا فيها؟ مستغانم فيها الماء ولا ما فيهاش؟ نهضروا لوجيك درك. مستغانم فيها خويا. الجي الجزائر العاصمه، الجزائر العاصمه فيها ازمه تاع ماء. درك انت جاي تقول لي تسمى تيارت فيها ازمه ولا ما فيهاش؟ درك راني نكذب انا ما فيهاش ازمه تاع ماء؟ تيارت كان فيها ازمه تاع نسيب وعندهم سمانه من اللي قضاو الازمه تاع الماء. خلاص
حكايه دي شكون منين 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 جبتها من النشره تاع الثمانيه ولا منين جبت المعلومه هذه؟ سبحان الله انا فامي تيم تيرت قال لي المسيبه وقال لي عنده سمانه من اللي سي قال لي راه عادي وقال لي ديجا قال لي راهم يبنوا ديجا قال لي راهم يبنوا في البيار وبيجيبوا الماء تاع البحر ان شاء الله كما تبون دار لنا اقتصاد كبير راهو يدير لنا فيما كبير راهو جايب لنا من البحر الله الحمد صح باهي سقسيك انت منين من البلاد منين؟ انت ماكش بعيد على الجي تي انت يا تاع لاكوتي تاع بومرداس وذوك لاكوتي قبل الكوتي تاع بومعلس ذكرت بومرداس بالضبط لا راك من ديك لاكسي تاعي باسكو هضرتك باسكو جامي شفت واحد من الغرب ولا من باتنا ولا خنشله ولا من الشاويه ولا من العاصمه ولا من البليده يهضر على بلادو كي من هكا كاين كاش يقول يقول الحق على بلادو واش هو الفيدي كاش اسمع شو بيني وبينك راني نسكت واحد ما يسمع قول لي واش من جهه الفئه هذه واش من جهه ما نقولكش انا حتى ما نقولك حتى فئه انايا انا المهم هضرت معاك والحديثه قياس راني فهمت خويا شوف بومرداس هذيك ولا جوارها وتهلا في روحك الله يهنيك خويا يعطيك الصحه خويا العزيز شكرا شكرا هالجي